الحقيقه ان جماعه في مبادره ابدا مشهورين يعني جولنا وكلموا معانا على توطين صناعه المعدات الثقيله في مصر، ومن هنا ابتدينا بالشراكه مع مبادره ابدا ومع الهيئه العربيه للتصنيع. عملنا دراسات ان احنا ازاي نعمل توطين لصناعه المعدات الثقيله في مصر، وعندنا امل ان احنا نوصل لنسب محليه غير مسبوقه ولا في العالم العربي ولا في افريقيا ولا في اي حاجه. ولما نقدر نوصل للنسب المرجوه دي هنقدر كمان ان احنا نبيع ونصدر لها وللقاره الافريقيه.